اي نعم. فهمت كيف؟ يعني كل واحد في ناسك تدوم فيه. ايش سر محبتك للاوتسايد؟ والله ما احب. من اللي قال اني احب؟ ليش كل يوم انت موجود فيه؟ ظروف الحياه. ظروف الحياه ولا تبلد الحياه؟ الظروف يا اخي، تعرف النوم، التعب، تاخير الصلاه، تاخير الفقرات، ولا ما حد وده يجي اوتسايد والله. وانت تعرف هذا الشيء. تحب التمثيل صح؟ نعم. هل هو سبب مبرر التمثيل انك كل يوم انت موجود من ضمن العشرة اللي في العرض الاخير؟ لا. كم شخص يتمنى، او عفوا يوتر وجود سعد، يحزن وجود سعد، وسعد لازال مستمر على نفس الدعسة؟ ادري والله، بس والله اني احاول يا ابو سعد قدر المستطاع اني اتعب على نفسي واجتهد، واني النوم اني ما ذوقه عشان اطلع احضر الفقرات، واني ما احاول ادخل في ارض الخير، كله عشان الجماهير والمشاهد. سعد كثير من الامور غض الطرف عنها في البرنامج، وكانت بتسوءك وتسوء بعض زملائك، هل أثمرت داخليا ولا أنه ما حصل هو 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 شيء طبيعي وعادي؟ مثل وش؟ ما أقدر أقول مثل وش لأنك بتحرج. يعني أشياء سويتها، أشياء فعلتوها خطأ وغض النظر أو الطرف عنها لأجل مسيرة نجاحكم ولأجل عدم معرفتكم بوجود المهمة الصعبة اللي أنتم فيها هذه، وعدم إحساسكم بالمسؤولية والنعمة اللي تعيشونها. هل أثمرت داخلا هذه الأشياء بسوالفكم مع بعض، بجلستكم ما بعد الهواء، ولا ترون أنه واجب اللي قاعد يحصل ولا الأحد فضل على أحد؟ لا والله أثمرت فيني، وإن ابن آدم ما في مهو معصوم من الخطأ. نكشف الأوراق يا سعد؟ لا. فكر قبل لا تقول لا. أوراق من ناحية وش؟ ايش الاوراق بالذات؟ الاوراق اللي تتطاير مع الهواء جوا المنتجع الاوراق ولا خارج المنتجع؟ عشان اعطيك الاجابه الصحيحه. يعني في اوراق خارج المنتجع؟ نعم، ما في اي واحد ما معه اوراق خارج المنتجع جوا المنتجع. ضفها عن الهواء لا تشيلها. كيف كان العيد؟ وكيف كانت لمه الاهل والاحباب؟ ممتازه جدا، بيض الله وجهك، كسبت فينا اجر جدا جدا جدا. ما قلت هالكلام والله عشان امدح يا سعد، والله اني لا احب المدح وخصوصا في الوجه. والله اني ادري يا ابو سعد، لان ما حصل هو واجب وليس من زياد لوحده. ادري. كيف كانت اجواء العيد؟ اجواء فنانه، اجواء لا توصف.